السلام عليكم. شنعملو تي بي فيما يخص تي بي تروازيام اني على الفلو كود؟ دونك جو في لونسي الفلو كود ا بارتير دو سيت ايكون. استنى شوية الفلو كود يتحل. يقترح لي هنا كري ان نوفو الغوريغرام فلو كود. نقول وي اوكي. يقول لي شنو الميكرو كنترولر باش تخدم عليه بحكم احنا باش نخدمو ان موتور بازا با. دونك نختار ال 84 A وهنا باش نخدمو على موتور بازا با. دونك اول حاجة نعملها نمشي نهبط الموتور متاعي، نمشي لهنا ميكاترونيكس، نختار ستيبر. ستيبر هو موتور بازا با. ستيبر جاي كلمة جاي من ستيب با. حطو لهنا هلا موتور موجود قدامي. تو اول حاجة نعملها نمشي نعمل كونيكسيون تاع لي كاتر فاز، نربطهم في البار بي كما موجود في تي بي. بي زيرو الفاز نمر واحد، فاز نمر دو بي ان، فاز نمر تروا بي 2 اي فاز نمرو 4 بي 3. هاكا نكونو كملنا. نعملو طلع للبروبريتي تاندو، نحطو فول ستيب يوني بولير. دونك هنا الكا 1 ايكال 1 والكا 2 ايكال 1 يوني بولير. و فول ستيب معناه با كومبلي. نمشي نحضر ان بتي بروغرام و نشوف الميكرو كنترولر نتاعي كيفاش ينجم يخدم موتور بازا با. دونك لهنا ناخد بوكل، قبل بوكل نهبط روتين كومبوننت، و هنا عندي ستيبر نعمل لهم اللول انيبل موتور في وسط البوكل. نختار انكريمنت، انكريمنت ستيب معناها انكريمونتي دان سول با، انكريمونتي دان با. و من بعد ما نعمل انكريمونتاسيون بيان سور راح نمشي نعملو انكريمونتاسيون كاو، يلزمني نعمل بوز باش نجم نشوفو. ما كانش يعمل انكريمونتاسيون يولي يمشي في فيتيس نتاع الميكرو كونترولور، يعني فيتيس تقريبا 5 مليون دورة في الثانية. دونك ما نعرفش نجم نلاحظو. دونك شنو نعمل؟ نعمل هنا بوز باش نشوف الخطوات تاع الموتور. هيا نجرب ترى الموتور متاعي ولا الموتور قاعد يمشي. ظاهر الحاجة اللي خدمتها انا تو اللي كل مرة دو فاز هم اكسيتي، وبحكم النمبر دو بير دو بول متاع الموتور كبيرة برشا، هذاك علاش منشوفوش مرة، منشوفوش يمشي بال 48 دقري. نو قاعد يمشي بشوية بشوية خاطر عنده نمبر دو بير دو بول نتاع الروتور برشا. ايه توا نمشي نعمل تجربة أخرى باش نقدم شوي.
ايه شنو رايكم نعمل بوتون يمشي في سونس هورير وبوتون يمشي في سونس انتي هورير؟ دونك لهنا باش نمشي نجيب input input باش نحضر اون فاريابل نسميها A اجوتي اون فاريابل نسميها A بحكم A باش ياخو يا زيرو يا ان نجم نحطها نكتين ولا ان بيت بحكم انا ما عنديش ان بيت دونك نختار ان اوكتي نقول له اتيليزي لا فاريابل ايش نعمل هنا الفاريابل دونك الفاريابل مش اربطها في البور ا بوان زيرو ونهبط بوتون واحد اخر نسميه بي حاضر بوتون اخر سميه بي دونك نستعمل بي لهنا ونربطها على الـ A.1 كنت لاحظوا هنا الآ مربوط على الآ زيرو والبي مربوط على الآ أ والموتور متاعي مربوط في بار بي لهنا باش نعمل ان تيست كنا نجم راه نستغلو آ فقط دونك نجم نستغنى على البي مش مشكلة ونعمل تيست على الآ شو نقول سي آ ايجال 1 سي ا ايجال 1 سي وي سي وي يجيب روتين دانكريمونتاسيون سينو يجيب ديكريمونتاسيون دونك هنا عملت انكريمونتي و بوز وهنا ديكريمونتي شنختار ديكريمونتي شو معنى الكلام هذا كان الا ايجال ان وي يمشي في سونس انتيوري ديكريمونت ديكريمونتي معناها يمشي في سونس هذا وكان عملت ا ايجال ان نو معناها ا ايجال زيرو يمشي في سونس هذا سي كلير نحب هنا ما عنديش امكانيه اني نحبس الموتور تحب تحبس الموتور تولي تعمل بي يعني كان الا يقال ا يمشي في الانكريمونتي كان البي يقال ا يمشي ديكريمونتي كان لا ا لا بي يقال ا دونك يمشي في ال يحبس في زيرو سي كلير هاد تحبوا نجربوا مع هذا نجربوا ما فهمش حتى اشكال لي دونك نعمل هنا تيست هل نعمل تيست بالا دون تو لي كا اذا كان مش عامل انكريمونتاسيون ولا ديكريمونتاسيون باش من بعد لازمني ناخو ناخو بوز دو اون سكوند دونك هنا هانو ما عملناش ما جبناش بوتون ما جبناش بوتون دونك نهبط هنا بوتون input نجيب switch switch هذا بحكم الـ A متاعي مربوط على الـ A0 دونك هني نعمل connection على الـ A0 ديجا هو موجود في الـ A0 لأن الـ A في الوضعية صفر كنحط ا في الوضعية ا نشوف كيفاش تو ولا يمشي في سونس انتي اورير هكا يظهر لي عملنا اللي لازم كل
Je vous remercie pour votre attention.